رسميا تم تحديد السبت موعدا جديدا لعقد الجلسة الأولى لمجلس محافظة البصرة بعد تأجيل انعقادها في الأسبوع الماضي لغياب التوافق بين كتلتي الإطار وتصميم على حسم المواقع الحكومية المهمة وفي مقدمتها منصب المحافظ. في جلسة السبت المرتقبة والتي رسم خريطتها قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، يجري انتخاب رئيس للمجلس ونائبه بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء، وبعدها ينتخب المحافظ ونائباه. يحدث كل هذا إن حصل اتفاق سياسي بين كتلتي تصميم المتمسكة بتجديد الولاية للمحافظ الحالي وكتلة البصرة المنضوية في الإطار الرافض للتجديد للمحافظ السابقين. حتى وصاية الإطار لا أعتقد أنه من حق أي واحد أن يتحدث بلسان أهل البصرة، يجب أن يتم الاحتكام إلى إرادة الشعب البصري. حقيقة لا أعتقد أن الصراع الآن على منصب المحافظ وعلى كل المناصب والعملية السياسية يعني بمجملها هو يستند إلى الكفاءة، وهنا يعني خطورة الوضع. كتلتا البصرة وغريمتها تصميم أكدا على التزامهما بالمدد الدستورية لحضور جلسة مجلس المحافظة الأولى، جلسة ما زالت المفاوضات الساخنة بشأنها مستمرة لحسم توزيع المواقع الحكومية الرئيسة. قبيل عقد الجلسة الأولى لمجلس محافظة نينوى المقرر عقدها الأحد المقبل، لم تحسم التحالفات في المجلس إعلان الكتلة الأكبر حتى الآن لتشكيل الحكومة المحلية المقبلة. على قدم وساق تجري المفاوضات بين الأحزاب والكتل السياسية في نينوى للظفر بمقاعد تؤهلهم لإعلان الكتلة الأكبر في المجلس. المفاوضات أسهمت في إعلان كتلة نينوى الموحدة التي تضم 13 عضوا، إلا أنها بانتظار حسم الحزب الديمقراطي الكردستاني موقفه لانتخاب محافظ نينوى الجديد. والله هي بالمناقشات بكتلة نينوى الموحدة أنه ننتظر يوم الأحد القادم إن شاء الله ستكون أول جلسة لأعضاء مجلس محافظة نينوى على اختيار رئيس المجلس ونائبه، وبعد ذلك تشكل محافظة نينوى بانتخاب محافظ نينوى ونائبي. تشير مصادر سياسية إلى الذهاب نحو تشكيل حكومة توافقية بالإبقاء على محافظ نينوى الحالي رغم وجود اعتراضات من كتل سياسية أخرى، وهذا يعني عدم حسم الجلسة الأولى لانتخاب الحكومة المحلية المقبلة.